بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله واله وصحبه ومن والاه اهلا وسهلا بحضراتكم في هذه الحلقه الجديده نتكلم فيها عن سوره من صور القران الكريم هي اطول صور القران الكريم وهي سوره البقره هذه الصوره الكريمه التي كانت اول الصور نزولا بعد هجره سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من مكه الى المدينه فهي اول القران المدني نزولا واستمر نزول هذه الصوره الكريمه قرابه العشر سنوات فنزلت اخر ايه من القران الكريم على الاطلاق وهي ايه من ايات هذه الصوره الكريمه وهي قول الله عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون في هذه الصوره الكريمه اطول ايه في القران وهي ايه الدين وفي هذه الصوره الكريمه اعظم ايه في القران الكريم وهي ايه الكرسي وقد اشتملت الصورة الكريمة على أبواب كثيرة من أبواب العبادات ففيها آيات الصوم وآيات الحج وآيات الأهلة وآيات الطلاق وآيات الرجعة وآيات كثيرة تتكلم عن كثير من أحكام العبادات ثم فيها قدر كبير من القصص القرآني وقد كانت اول الصور نزولا بالمدينه فناسب ذلك ان تتحدث مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عمن يجاوره من اتباع النبي موسى عليه السلام وعمن يجاوره من اتباع النبي عيسى عليه السلام تذكر له صلى الله عليه واله وسلم طرفا من قصه نبي الله موسى مع قومه وتذكر له طرفا كبيرا من احداث قومه وتذكر له طرفا كبيرا من قصه اتباع نبي الله عيسى عليه السلام وقد بدا الله سبحانه وتعالى السوره الكريمه بالحديث عن اصناف ثلاثه للخلق جميعا وهم المهتدون المؤمنون ثم المنافقون ثم الكفار وتولت سائر اركان الصوره بيان احكام الاسلام وكان فيما ابتدات به الصوره الحديث عن بدء الخليقه عن ادم عليه السلام وعن سجود الملائكه لادم وتعظيم ادم على الملائكه وبيان فضل المتعلم على غير المتعلم ويمكن ان تجمل موضوعات هذه السوره الكريمه في محورين رئيسيين المحور الاول هو فضل الامه المحمديه على سائر الامم والمحور الثاني هو بيان تشريعات هذه الامه وما فيها من احكام للصيام والصلاه والزكاه والعبادات فكان المحور الاول سيذكر قصص السابقين ليبين لنا كيف تفضلت امه سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم على هؤلاء القوم ثم يذكر المحور الثاني تشريعات الامه المحمديه واحكام الله سبحانه وتعالى التي كرم بها امه سيدنا محمد فكيف يحجون وكيف يصومون وكيف يتعبدون وكيف يقبلون دعوه الله سبحانه وتعالى ويستجيبون لدعوه رسوله صلى الله عليه واله وسلم وكان هذا جمله ما ذكرته الصوره الكريمه ولذلك وجدناها اطول الصور القرانيه ووجدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم يثني على هذه الصوره ويذكر في فضلها الكثير والكثير فيقول صلى الله عليه واله وسلم فيما اخرجه الامام مسلم عن ابي امامه الباهلي رضي الله عنه يقول صلى الله عليه واله وسلم: اقراوا القران فانه ياتي يوم القيامه شفيعا لاصحابه، اقراوا الزهراوين البقره وال عمران، اقراوا البقره وآل عمران فإن من قرأهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو قطيع من الطيور يشهد لصاحبهما يوم القيامة اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حصرة ولا تستطيعها البطلة قراءة سورة البقرة كله بركة وترك سورة البقرة كله حصرة ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة لا يستطيعون أن يخلصوا لمن يقرأ هذه السورة الكريمة فكان لزاما علينا أن نقرأها وأن نتدبر معانيها وأن نتعلم من أحكام الله التي فيها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فهم القرآن وحفظ القرآن والعمل بما في القران الكريم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته